لنصل إلى نقطة قد نتفق عليها جميعا بأن الدستور العراقي ملغم. هناك ألغام موجودة في الدستور العراقي تعطي مجال للتأويلات، ومنها ما يتعلق بموضوع النفط. أعتقد المادة 110 من الدستور تتحدث عن أن النفط العراقي كثروة هو ملك الشعب العراقي ككل، ولكن هناك مادة أخرى في الدستور تتحدث عن الحقول الحالية ولا تتحدث عن الحقول المستقبلية. هذه النقطة تمسك بها أقليم كردستان وجعلها منطلقا ربما في عقد هذه وإبرام هذه العقود. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم المشاهدين والضيف الكريم. يعني إحدى الثغرات اللي ضمنها الدستور العراقي لعام 2005 واللي تكلمنا بها أكثر من مرة هي موضوع كيفية إدارة الثروات الطبيعية، يعني متعارف عليه في الدول الاتحادية، دول العالم، حتى دول نظام رئاسي، نظام فيدرالي. هنالك ثلاثة يعني صلاحيات، هي تكون صلاحيات حصرية لكونها متعلقة بسيادة الدولة وأمنها وسيادتها، هي صلاحية الأمن والعلاقات الخارجية وإدارة اقتصاد الدولة بكل ما يتضمن من أمور مالية واقتصادية وثروات طبيعية وما إلى ذلك. نحن نتفق جميعا أن الدستور العراقي كتب على عجالة، كتب وفيه أخطاء، كتب ليس من قبل المختصين، وبالتطبيق العملي تظهر العيوب فيما يتعلق بجانب النفط والغاز. يعني كانت هنالك الغلبة يعني في نصوص الدستور، أنه الغلبة بالرغم أنه اتفقنا مبدئيا أنه هذا الموضوع إدارة الثروات الطبيعية، إدارة الاقتصاد هو للسلطة الاتحادية، لكن في دواخل النصوص الغلبة هي لقوانين المحافظات والأقاليم. بمعنى أنه كانت هنالك خوف، نحن عندما نقول أنه مشرعي الدستور جاءوا محملين بأعباء الخوف من الماضي والخوف من المستقبل ومآسي الماضي وما إلى ذلك، هنا أرادوا أن يجعلوا من الأقاليم، من المحافظات، ذات أولوية في تطبيق قوانينها على حساب السلطة الاتحادية، السلطة المركزية. في هذا الإطار أنه الغموض هو أحد صفات الدستور العراقي في أكثر من نص. عندما نص على قال الحقول الحالية، ما المقصود بالحالية؟ هل هي المستكشفة؟ هل هي الحقول المنتجة في عام 2005؟ وأيضا لم يحددها. والطامة الكبرى أنه لم يشر أيضا إلى الحقول التي سيتم اكتشافها أو التي ستكون داخل ضمن عملية الإنتاج ما بعد 2005، من يتولى إدارتها؟ هذه الثغرات استغلت في النص الذي قال أنه الأولوية في كل ما لم يرد فيه نص للصلاحيات الحصرية تكون أولوية لمن؟ لقوانين الأقاليم. هذا نص المادة 115 من الدستور. إذن ضبابية النصوص الدستورية، الغموض، القصور التشريعي من قبل المشرع الدستوري هو ما جعل الجميع أمام مشكلة دستورية في تطبيق الدستور، وهنالك خلل كبير في هذا الإطار. بماذا استكمل السياسيون هذه المشكلة؟ عندما عجزوا على الاتفاق عن تشريع قانون النفط والغاز من عام 2005 لحد اليوم. وهو ملف مهم جدا في إدارة الدولة، يتعلق بموارد الدولة الأساسية. تعلم حضرتك والمشاهدين الكرام، اقتصاد الدولة العراقية، موارد موازنة الدولة العراقية يعتمد بنسبة 97 إلى 98% على النفط. فكيف يتم استخراج النفط وإنتاجه وبيعه وتسويقه وباعتبار الرافد الرئيسي لموازنة الدولة العراقية وهو بلا قانون؟ اليوم يعتمدون على قانون وزارة النفط وقانون شركة السمو فقط لا أكثر، وتركوا جانبا قانون النفط والغاز الاتحادي، مما دفع الإقليم أن يكون هو المبادر وشرع قانون النفط والغاز في إقليم كردستان في عام 2007، وجرت الأمور وعطل. شوف حتى موضوع يعني الانتقادات عندما توجه للمحكمة الاتحادية أنه لماذا الدعوة أقيمت من قبل وزارة النفط في عام 2012 ولم تحسم إلى 2022 بعد 10 سنوات؟ بصراحة نقول أنه الخلافات السياسية كانت هي المعرقل الرئيسي لحسم هذا.